ومعنا هاتفيا من عمان سياسي العراقي المستقل لطيف الربيعي. مرحبا بك سيد لطيف. نوري المالكي إذا قال إن حزب الدعوة هو أمل الأمة، كيف ترى هذا التصريح في ظل وقوف الحزب في ثمانينيات القرن الماضي ضد الأمة في صف إيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. صراحة شيء مضحك هذا المسألة، شيء مضحك أنه هو الأمة أو رمز الأمة أو ما شابه ذلك. يعني عندما اتصل بي أحد الأخوة المسؤولين في قناة الفضائية وقالوا أنه الحديث عن ماهية الحزب، ما يسمى بحزب الدعوة وإنجازاته للأمة، فصراحة بدون يعني بلا تردد سوية أنا والمسؤول الإعلامي ضحكنا سوية حول هذه الجزئية، وهذا شيء مضحك. العالم كله يعرف ما هو هذا الحزب، ما هي يعني الإجراءات الدموية التي اتخذها في العراق قبل استلامه أو قبل سرقته للسلطة في العراق، يعني ابتداء من الجامعة المستنصرية تشهد مسألة اغتيال طارق عزيز المرحوم، تشهد محاولة اعتداء على لطيف طيب جاسم، يشهد السفارة العراقية في بيروت تشهد. هناك يعني مواقع كبيرة جدا وأحداث كبيرة جدا تؤشر على دموية هذا الحزب أو حزب الدعوة أو ما يسمى، صراحة واحد يعني يأنس من اسم هذا. موقف الحزب يعني هذا، عفوا سيد لطيف، نعم، موقف الحزب من الحرب مع إيران يجرنا الحديث عن الحالة الطائفية التي صدرها الحزب في غضون 13 عام التي حكم فيها العراق. إلى أي مدى ترى أن سياسة الحزب أججت الطائفية داخل العراق؟ بالتأكيد هو متورط حتى أذنيه، متورط حتى يعني كل أحفاد الموجودين في الحزب من قيادات وأسماء، هم يعني أصابعهم ودمائهم العفو وأفكارهم كلها مغلى بدماء العراقيين من أقصاه إلى أقصاه، ما قبل استلام سرقته للسلطه وحتى الان، وتأجيجه للطائفيه، يعني هذا مشعل هو اللي يعني كشعله عملها الى حتى يمشي من خلالها باتجاه ما تريد ايران وما ترسم له طهران. بالتالي هذا هو حزب الوليد الغير شرعي او الوليد الشرعي صراحه لما يسمى في المرجعيه في قم او ما يسمونها من تسميات دينيه سمجة وقنيئة صراحة. فهذا الحزب صراحة العراق له مسؤوليات كبيرة، وهو لديه عليه استحقاقات كبيرة جدا 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 استحقاقات، وإن شاء الله الأيام المقبلة أو حتى السنوات هذه يعني المفروض الكل يسأر والكل يطالب بالسأر من هذا الحزب. طيب سيد لطيف، سواء في سفاراته في كذا في كل الامور هذه، وهو يعني هو اسم رديء وسيء على تاريخ العراق السياسي. طيب الان حزب الدعوه يعاني انقسامات، وهذه الخلافات كما تعلم ليست جديدة، لها جذور ونراها في تصريحات لبعض القادة وسجالات فيما بينهم. كيف ترى هذه الانقسامات داخل حزب الدعوة؟ هي انقسامات يعني معركة لصوص، أستاذنا الكريم والمستمع الكريم أيضا أو المشاهد الكريم، هي معركة لصوص، معركة من يفوز بالحصة الأكبر من هذه العملية، عملية السرقة التي لم يشهد لها التاريخ مثيل في العالم. يعني هو هذا رئيس حزب الدعوة اللي مسمى المالكي يملك على الأقل 135 مليار دولار، وهذه لم تحدث في التاريخ، يعني أغنى أغنياء العالم فقط لا يتجاوز ترتيباتهم المالية بضع مئات يعني الملايين دولارات، وهو لم يعترف به بهذا حتى امتلاكه لهذا الرقم لم يعترف به، لانه معروف هو من يعني من اين جاءت، من اي سرقه ومن اي اجراءات يعني ذات اصاب غير يعني عفوا غير شرعي او غير مشروع هذه الاموال. طيب سيد لطيف، وهو هذه المعارك بيناتهم معارك لصوصيه وليست معارك سياسيه صراحه، يعني خلينا نحكيها بشكل صحيح، معارك لصوصيه وليست سياسيه وليست لها اي مصلحه في العراق ومستقبل العراق وسياسه العراق، بالرغم من كل الضغط اللي قاعد يصير على العراق، هم غربان العمليه السياسيه وهم يعني المخالب القنيئه والدمويه لقم وطهران
في العراق. بعد كل هذه السنين، إلى أي مدى استطاع برأيك الحزب المحافظة على قاعدته الشعبية في ظل هذه السياسات التي انحازت لإيران على حساب المواطن العراقي والتي لعبت على وتر الطائفية؟ بالتأكيد يعني هناك لابد أن تتفتت هذه القاعدة بالتأكيد، يعني لأنه الكل يرى كم هو مستفيد من هذا الموقع في هذا الحزب، هل هو مستفيد أكثر ولا أقل، وبالتالي هذا التفتت ناتج عن يعني كم هو قادر على أن يحصل من هذه اللصوصية من خلال ورعة في هذا الحزب، وبالتالي التفتت إن شاء الله موجود لصالح العراق، وإن شاء الله يتآكلون فيما بينهم، ودعوات كل العراقيين عليهم على ما يعني اقترفوه من مجازر ودماء وتخريب وتهجير وكل ما عرفه التاريخ من مساوئ التاريخ السياسي العراقي. من يعني هذا ليس حزبا، هذه مجموعه لصوصيه سرقت العراق وسرقت امال العراق صراحه، والتاريخ لن يرحم. شكرا جزيلا لك من عمان، سياسي العراق المستقل لطيف الربيعي.